القذائف الفسفورية كانت اليوم تستهدف بلدة كفركلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، كذلك 25 قذيفة حوالي 25 قذيفة تم إحصاؤها استهدفت بلدة ميس الجبل أيضا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. وهذا المساء كان أطلاق قذائف مضيئة على بلدة عيت الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان. طيلة هذا اليوم لم يهدأ القصف المدفعي والاستهدافات الإسرائيلية للبلدات الجنوبية الحدودية، فيما نفذ حزب الله 8 عمليات تم الإعلان عنها حتى الآن. أبرز هذه العمليتان اثنتان: عملية شتولة التي أعلن حزب الله أنه استهدف منزلا فيها ردا على استهداف المدنيين والمنازل في جنوب لبنان، وآخر الاستهدافات الإسرائيلية في هذا المجال استهداف منزل في يارين في القطاع الغربي من جنوب لبنان. كنا قد ذكرنا أن يارين تعرضت لغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في البلدة، وكان الدمار حجمه كبيرا وكبيرا جدا، ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات نتيجة هذه الغارة على يارين في ساعات قبل الظهر تقريبا. أما العملية الثانية اللافتة هي عملية على موقع المطلة، حيث استهدف حزب الله دبابة ميركافا، وكانت هذه الدبابة تقوم بقصف القرى والبلدات اللبنانية المقابلة في الجنوب اللبناني. واستنادا إلى بيان حزب الله، فقد تمت إصابة الدبابة إصابة مباشرة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح بحسب بيان الحزب. إذن عمليتان هادفتان لحزب الله، وتعيدان التذكير بما كان يعمل به سابقا قبل اغتيال الشيخ صالح العروري من فعل يقابله رد فعل، وهذا ما ظهر واضحا وجليا بحسب بيانات الحزب. عدد العمليات كما ذكرت هي 8 عمليات: على موقع بركة ريشة، على ثقنة بيرانيت، على موقع العاصي، وعلى قلعة هونين وتلة الطيحات، وأيضا موقع رويسات العلم في مزارع شبع المحتلة، إضافة إلى العمليتين على شتولة ولمطلة. كما أشرت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي كان عنيفا اليوم هنا على القطاع الشرقي، استهدف أطراف العديسة، أطراف كفركلة والخيام ومركبة وحولة، عدة مناطق تعرضت للقصف الإسرائيلي المدفعي، وأيضا ميس الجبل التي كانت قد تعرضت للقذائف الفسفورية. كان هناك 4 غارات متتالية على هذه البلدة، وأيضا غارة على بلدة محيبيب المجاورة. إذن التوتر لا يزال مستمرا، التصعيد على حاله منذ طوفان الأقصى. بالأمس وأول من أمس كان هناك تراجع نسبي في العمليات، ولكن هذا التراجع عاد لترتفع وتيرته اليوم نتيجة هذه العمليات والقصف المدفعي الإسرائيلي.